ونناقش هذا الموضوع مع ضيفينا لهذا المساء من أديس أبابا سيف الدين عيسى، مستشار حركة تحرير السودان بالمجلس الانتقالي للشؤون السياسية والإدارية، ومن القاهرة الدكتور إدريس لقمة القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث. سيد إدريس، مع حضرتك أبدأ من تصريحات التي نقلناها للمسؤول بحركة العدل والمساواة الآن قبل لحظات، يقول فيها أن الفاشر آمنة و كأنه لا شيء يحصل في هذه المنطقة، بوقت أنه اليوم كل العالم، الأمم المتحدة، أطراف دولية، من هم بالداخل يحذرون من خطورة الوضع بالفاشر ومن إمكانيات انفجاره. باليوم حقيقة الواقع كيف تبدو بالنسبة لمعطياتكم؟ طيب، أولا شكرا لإخوة في قناة الحدث وللسادة المشاهدين، وكذلك تحياتنا لأهل السودان عامة ودارفور خاصة في الفاشر، المجموعات الموجودين من النازحين والمواطنين. في الحقيقة ما يروج عن الوضع في الفاشر هي فيها كثير جدا من المبالغة. نعم، هنالك مجموعات من ميليشيات الدعم السريع في الجزء الشرقي من الفاشر، في جيوب. فإذا رجعنا إلى وراء قليلا قبل شهر كان وضعهم يعني أكثر كثافة من اليوم، ولكن بفضل قوات الكفاح المسلحة والقوات المشتركة وقوات المسلح والمستنفرين، الآن خرجت كثير جدا من الميليشيات وذهبوا إلى مليط، يعني حوالي تبعد حوالي 60 كيلومتر شمال الفاشر، والآن هم متواجدين في مليط. والغاية من تواجدهم في مليط وفي غيرها هي باعتبارها محاولة قطع الإمداد أو قطع المواد الغذائية اللي قادمة من اتجاه بورت السودان إلى السودان، والقادمة أيضا من اتجاه بتاعت ليبيا إلى مدينة الفاشر. فهذه الأشياء كلها، هو طبعا قوات الدعم السريع أو ميليشيات الدعم السريع هم في النهاية ضد المواطن، فيحاولون بأنه أذية المواطن بأي سبل من السبل الموجودة أو اللي بيروها بأنها بيقدروا بيحققوا به أهدافهم. ولكن في حقيقة الأمر الآن جنوب الفاشر عامنا على بعد 50 كيلومتر، غرب الفاشر عامنا على بعد 50 كيلومتر، وكذلك أيضا الجزء الشمالي الشرقي، فهنالك فقط في جيوب موجودة في الشرق وأيضا في جزء الشمالي فقط، ولكن هذا فقط عامل بتاع وقت، ويستطيع القوات المشتركة والجيش إبعادهم نهائيا من المواقع الموجودين فيهم الآن. سيد سيف الدين، هل حضرتك توافق اليوم على أنه الفاشر آمنة وعلى أنه الجيش وأيضا الحركات المتحالفة معه يمكنها إبعاد أي خطر؟ شكرا لك ولمستمعين قناة الحدث ولضيفك الكريم. حسب تقديراتي فاشر لم تكن آمنة، فاشر محاصرة من قبل قوات الدعم السريع، والدلالة على ذلك الجيش السوداني قبل 3 أيام أسقط معونات لقيادة الجيش. إذا كان الفاشر آمن فكيف للجيش تسقط معونات أبي طائرات؟ هذا واحد. الحاجة الثانية، هنالك تهديدات دولية من منظمة الأمم المتحدة، حذرت بأن سيكون هنالك كارثة وشيكة، وحست الدعم السريع بفك الحصار سريعا، وايضا حصلت رفيع الصراع بالسماح لتدخل المعونات الانسانيه. ايضا هنالك تقرير من وكاله الازمات الدوليه، هذا التقرير يتحدث عن ان الفاشر غير امنه، وان هنالك اكثر من 700,000 نازح محددين بالجوع والقتل، ففاشل لم تكن امنه. ايضا قبل 4 أو 5 أيام او 6 أيام هنالك صراع يعني قرضيه الفاشل على مسافه لا تبعد عن 5 إلى 10 كيلومترات، هناك نزوح جماعي وحرق القرى، فكيف تكون فاشل عامنا؟ أيضا هناك قصف للطيران بالأمس في الجانب الشرقي للفاشل على بعد أقل من كيلو من السوق المركزي للفاشل، فكيف تكون الفاشل عامنا؟ الدعم السريع موجودة في الفاشل في الجزء الشرقي، والدعم السريع الآن محاصر الفاشل حصار كلي، لا احد يستطيع ان يخرج ولا احد يستطيع ان يخرج. عزيزتي، اليوم برميل البنزين اصبح ما يعادل 1500 دولار، الان شوال السكر جوال السكر اصبح 100 دولار، جركان الزيت الان اصبح ما يفوق ال 120 دولار، فكيف ان تكون السلعه التموينيه بهذه
انا وهؤلاء يقولون الفاشل، انا فاشل لست امنا، فاشل على شفا حفرة من النار. طيب أعود إلى الدكتور إدريس، يعني سيد سيف الدين يختلف مع حضرتك بموضوع إذا ما كانت آمنة أم لا، ولكن أيضا ننتقل من هذه النقطة إلى سؤال آخر. يعني اليوم إذا ما اندلع فعلا القتال أنتم مع الجيش سوف تقاتلون، ولكن ما خطورة فعليا أن تدخلوا في مواجهة، ليس فقط هنا نتحدث عن قوات الدعم السريع، بل ما خطورة أن تدخلوا بمواجهة مع الحركات المسلحة الأخرى بهذه الحالة؟ طيب، في الحقيقة نحن حربنا مع الدعم السري الآن في الدولة السودانية ليس منحصرة في ولايات دارفور أو في غيرها. الآن قواتنا تقاتل في شرق مدني وهي العمود الفقري لقوات المقاتلة. الآن قوات العدل والمساواة وقوات الوحدات المشتركة تقاتل مع الجيش وهي باعتبار العمود، أنا أقول لك، في الشرق المدني. والآن حرروا قد شبارقة وغيرها وهم في طريقهم إلى مدني، وكذلك قواتنا تقاتل في داخل أمدرمان، وكذلك قوات الحركات تقاتل الآن في الجيلي. فقضية قتال قوات أو ميليشيات الدعم السريع في الفاشر وحواليها ليس بشيء صعب، نحن قاتلنا هؤلاء المجموعات منذ سنوات ونعرفهم، وإذا كان لديهم القوة هذه الميليشيات، إذا كان لديهم القوة المطلوبة لبقى ينتظروا ثانية واحدة ولا ينتظروا دقيقة، فهذه هي كلها ترويج. ومن هنا أنا أيضا أذكر أخي وأقول له تحية للأخ صيف في الجانب الآخر، فالقضية الحقيقية اللي حصلت في حتة بتاعت شمال دارفور وغيرها والإعلام الكثيف لأنها دعم السريع تحارب ودعم السريع عايز تهاجم فاشل، هي الغاية منها إطلاق هذه الإشاعات المكثفة لكي يعودوا مثلا المجموعات القوات المشتركة اللي مشت تقاتل في الخرطوم وتقاتل في مدني وغيرها، فهم عايزين يحاولوا يعملوا يعني استرجاع القوات اللي بيفتكروا بأنه إذا في هجوم في الفاشل بيجوا عايدين إلى فاشل وغيرها، وبهذا بيكونوا كسبوا حتة بتاعت عبسهم في العاصمة وفي المدني. ولكن لا، القوة الموجودة الآن في الفاشل هي قوة كافية جدا لردع الميليشيات، وهذه القوة الآن الميليشيات الكلام اللي بيقولوا ان احنا اخونا الصيف والمجموعة اللي كان معاهم او والي ولاية شمال دارفور السابق الاستاذ نمر اطلق نفس هذه الاشياء من قبل 4 6 شهور بانه المواطنين لازم يطلعوا، بان قوات الدعم السريع عايز تهاجم الفاشل وغيرها، وكان ادخل شيء من الهلع والبلبله وسط المواطنين. ولكن نحن نطمن المواطنين من هنا، ما في اي مواطن بيجيه اي شيء مكروه في الفاشل، قواتنا قادره على حسم. هل تدخل مساعدات الى الفاشر المجموعات الان الموجوده؟ والوضع الانساني بالفاشر طيب، جيد قضيه المساعدات دكتور ادريس؟ طيب، قضية المساعدات نعم، هي كانت القوات الدعم السريع زي ما قلنا لك هي متمركزة في الجزء الشرقي من الولاية بصفة عامة، أو في الجزء الشرقي هي باعتبارها هي كانت المعبر للمواد الغذائية اللي قادمة من بورت السودان أو اللي قادمة في نعم. جزئيا من اتجاه بتاعت ليبيا. فالآن حركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة والمستنفرين وضعوا خطة كاملة لتحرير هذه المناطق، فإن شاء الله في فترة وجيزة يعني هي لا تدخل إلى حين تحرير هذه المناطق كما تقول حضرتك. لا، طيب هي يعني بتدخل في حتى 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 الآن فيها مواد تدخل، يعني إذا ما في مواد تدخل يعني المدينة عايشة كيف يعني؟ هذه الإشاعات مما أطلق عندها أكثر من شهر، والآن مدينة مستمرة وأهلها مستمرون، فهنالك طيب. في مداخل تجي من الاتجاه بتاع كتم وطينة وغيرها، وفيها مداخل تجي من الاتجاهات الشمالية اسمح لي الشرقية، والآن نعم. الوضع موجودة. اسمح لي أذهب لسيد سيف نعم. الدين ف بهذه النقطة. سيد سيف الدين، يعني أولا إلى حين تحرير أو السيطرة على هذه المناطق كيف يمكن الفشل أن تستمر كوضع إنساني؟ وثانيا إذا ما فعلا وصلت الأمور إلى مواجهة، أنتم هل ستبقون على حياد؟ نحن موقفنا ثابت، لا يمكن أن ننحاز ولا يمكن أن ندخل في حرب لا علاقة لنا به، وحرب عبثية، حرب لا مشروع له، حرب لا قيمة له سوى تدمير الوطن وقتل المواطنين، لا يمكن أن نذهب إلى هذا الاتجاه. الحياد يظل موقفنا وسنلعب دور جبار ودور كبير لإيقاف هذا الحرب. أنا الآن وجودي في أديس أبابا هنا لبذل جهد مع إخواني في تنسيقية تقدم من أجل تشكيل جبهة مدنية عريضة لإيقاف هذا الحرب.
فبالتالي لا يمكن ان نكون جزء من هذا الحرب. اعود ان اجدد تحياتي للاخ نمر عبد الرحمن الوالي السابق لولايه جنوب دارفور. هي اطلق الوالي نمر اطلق مبادره مسبقه، ومن خلال مبادره نمر اشاد بهذه المبادره كثير من الدول، والفاشل استطاع ان يعيش في امان يسجي طيله فترات وجود الوالي نمر. فأنا نحن كحركه تحرير السودان موجودين في الفاشر، موجودين حوالين الفاشر، وموجودين في دارفور، ونعرف الوضع الخطوري، بنعرف الوضع الانساني سيء جدا للغايه عبر هذا القنابل الناشده من المجتمع الدولي، وناشد ايضا طرفي الصراع، الدعم السري والجيش السوداني والحركات المسلحه التي انهازت للسلام، الذي انهازت اقصد للجيش ان يحتكموا الى الصوت العقلي وان يسحبوا الى طاوله المفاوضات. هذا الحرب لا قيمه له على الاطلاق. الانسان في الفاشل الان يعيش في وضع مزري اكثر مما يقول. من يتحدث ان الفاشل امنه وانهم يستطيعون حمايه الفاشل، هذا اكذوبه كبيره جدا. يجب ان لا نستقل الاعلام لتمرير اشياء اصلا لا قيمه له. يجب ان نكون مصدقين، ان نكون حقيقيين. هنالك اكثر من 700 الف نازح يحددون بالقتل بالجوع، فكيف ان ناتي هنا في الاعلام ونتبجح ان الفاشل امن؟ الفاشل لست امن على الاطلاق، والجوع ما زال يسيطر. هنالك يعني تقارير امميه، وهنالك تقارير قبل المنظمات ان كل ما بين ساعه الى ساعه ونص يموت اكثر من 3 إلى 4 اطفال، فكيف تكون بس سيد الفاشل سيف امن؟ الدين، الفاشل لست بهذه امن كما الحاله اعطى مع المقوله. وجود وضع خطر الى هذا الحد، هل يمكن أن تبقوا على حياد؟ يعني اليوم إذا صار هجوم هناك مدنيون سوف يتعرضون لهجوم أيضا، وليس فقط هذا قتال عسكري، قد يكون متعدد الجبهات. بهذه الحالة ألن تدافعوا حتى عن المدنيين؟ عزيزتي نحن طرحنا مبادرة ثانية. نحن طرحنا مبادرة لكي تكون الفاشر منطقة آمنة. اقترحنا أن يخرج الجيش والدعم السريع من مدينة الفاشر ويؤول إدارة المدينة لحركات الكفاح المسلح الذين هم في الحياد، لكن لم يحتكموا الى صوت الحرب. المؤسف من زاد الطين بله، اولئك رفاقنا بالامس الذين انضموا الى الجيش. هذا ما عقد المشهد. نحن لن نقاتل الدعم السريع، ولن نقاتل الجيش، ولن نقاتل اي طرف اخر. نحن نعرف اين سنوجه بندقياتنا. نحن نوجه بندقياتنا نحو السلام، لن نوجهها نحو الحرب، ولن نوجهه نحو تدمير الوطن، ولن نوجهه نحو تدمير أهلنا، ولن نوجهه نحو قتل أي مواطن من مواطنين السودانيين. نحن سنقف في مسافة واحدة بين هؤلاء المتحاربين في سبيل إزالة العقبات حتى يوصل إلى طاولة المفاوضات. شكرا لك ضيفنا من أديس أبابا سيف الدين نعيسى، مستشار حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي للشؤون السياسية والإدارية. وشكرا لضيفنا من القاهرة الدكتور إدريس لقمان، القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية.